والله ما حد فيهم يعني، هم ما فيش عاملين دعاية كافية، فما فيش حد حاسس ان في انتخاب خالص، يعني كأن ما فيش حاجة، الشارع كله مش حاسس فيه ان في انتخابات، حتى لما تروح اللجان ما تلاقيها فاضيه ما فيهاش. المشكله ان اللي فهمته ان اغلب المرشحين لمجلس الشعب مش معرفين الناس ببرنامجهم، مش ظاهرين للناس، في ناس كتيره جدا مش عارفاهم. شاركنا كتير قبل كده وما فيش فايده، ليه نشارك تاني؟ حاسس ان صوته ملوش لازمه، احنا بنقول الصوت امانه، وانا حاسس ان صوته ملوش لازمه، بلاش اشاكر افضل. لو شايف في تغيير في تدريبات الانتخابات، انما الانتخابات دي زي اللي قبلها زي اللي قبلها زي اللي قبلها، فين الجديد اللي احنا شايفينه؟ هات لي اي واحد شايف اي حاجه جديده عليه دلوقتي بتحصل، انما احنا حاسس ان ماشي للاسوء مش لجد. عشان ننتخب واحد انا ما اعرفش اي حد من الناس عشان ننتخب. هم وقت ما بيقولوا احنا بننزل كلنا يعني. ما هو ده برضه بسبب عدم معرفه الناخبين للمرشحين، ان هم مش عارفينهم. شايف ان الراي كله واحد، ما فيش راي تاني او راي مختلف او كده، هم شايفين ان الصوت ما عادش له لازمه، يعني المواطن المصري في الوقت الحالي اصبح ان هو يعتبر مالوش قيمه في الدنيا، مالوش قيمه في ان هو يعيش في بلده، ما فيش امان، ما فيش ديمقراطيه، ما يبقى هنشارك ليه وندي راي ليه؟ ايه اللي هيفيدنا في كده؟